السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح تكون وصفتنا هي لحم بعجين بطريقة جدا سهلة وسريعة وكمية كبيرة إن شاء الله. أحتاج 5 أكواب، كوب القياس من الطحين الأبيض متعدد الاستعمالات، أحتاج ملعقة طعام من الخمرة، ملعقة طعام من السكر والملح طبعا حسب الرغبة، ربع كوب من الزبدة درجة حرارة الغرفة تكون، ومي للعجن. خلينا نشوف طريقة العمل. بالبداية أخلي الخمرة والسكر مع بعض حتى تتفاعل الخمرة وتعطينا عجينة مضبوطة، وأخلي عليها مبدئيا كوب من المي. بالنسبة للملح الأفضل طبعا يكون مخلوط ويا الطحين، نبعده شوية عن الخمرة، والخمرة من بعد ما تفاعلت تقريبا 3 دقائق ويا السكر والمي، فراح أبدي أعجنها بالعجانة. هذه العجينة جدا سهلة، تقدرون تعجنوها بإيديكم. هنا عندنا هذا الربع كوب من الزبدة، ضفته من بعد ما شوية تتجمع العجين، أضيفه وبعدين يظل يتلابس. بالنسبة للمي احتاجيت 2¾ كوب، يعني 2¼ كوب من المي. من بعد ما جهزت العجينة تقريبا عجنتها بالعجانة 5 دقائق، تاخذ 7 دقائق اذا عجنتوها بالايد. اسويها بهذا الشكل وبعد ذلك اخليها بالطاسه حتى تختمر، واذا خليته زيت داير ما داير الطاسه يكون افضل حتى تطلع لنا العجينه بكل سهوله من بعد الاختمار. بالنسبه للحشوه، الحشوه هنا احتاج 1/4 كوب من زيت الزيتون، 4 ملاعق كبار من دبس الرمان، واحتاج هذا المقدار من البقدونس او الكرفس اللي متوفر عندكم، نص او ثلث فلفل اخضر وثلث فلفل احمر اللي متوفر عندكم، وحبه من الطماطه، وعندنا حبه بصل كبيره. هنا عندنا تقريبا 5 فصوص من الثوم، وملعقتين طعام مليانه من معجون الطماطه، وكوب تقريبا وربع، هاي الزيادة كوب وربع تقريبا من اللحم المفروم. أحتاج بالنسبة للبهارات 7 البهار أو البهار المشكلة والفلفل الأسود والملح. هذا كل المكونات اللي أحتاجها بالنسبة للحشوة. راح أنزل كل الخضروات بالفود بروسيسر او بالخلاط مال العصير، نفس الشيء. خلي دبس الرمان ينطيها طعم طيب. هذه طريقة اللحم بعجين الجاهز. هذه الحشوة ممتازة، اتمنى تجربوها، راح تستفادون من عدها، وطريقة العمل ايضا سهلة وسريعة. ونخلي ملح. من بعد ما تختلط عندنا هذه المواد بالكامل، بعدين نضيف عليها اللحم لأن هو مثروم فما يحتاج ثرم. نفرغ هذه المواد اللي خلطناها بالخلاط أو بمحضرة الطعام بطاسة، وبعد ذلك نضيف عليها اللحم. نحاول نمزج المواد كلها بشكل جيد، خضروات واللحم. ريحتها التتبيلة هواية طيبة. هذه جهزت عندنا. هسه نشيك على العجين. العجين ما شاء الله بدأ يختمر، يعني تقريبا 3/4 الاختمار، ما خليته كثير يختمر. هسه لما نبدي نشنق العجينة أو نسويها على شكل أقراص أيضا راح تاخذ وقت وترتفع وتختمر بمكانها. يعني حجم القرص حسب الرغبة، تقدرون تسوونها صغار أو تقدرون تسووها كبار. أنا تقريبا سويتهن وسط، ما شاء الله يطلع عندنا كمية كبيرة.
حضرت طاوة، أي طاوة عندكم، أي طاوة فلات أو هذه مثل الصاجة، وشغلت الفرن فقط من الأعلى بأقصى درجة حرارة، فقط من الأعلى. راح أخليه يحمي، وشغلت النار أيضا على الطاوة على شوية أعلى من الوسط. هنا عندي بديت أشكل باللحم بعجين. جدا سهلة هذه الطريقة وسريعة. نفتحها على شكل دائرة، وبالنسبة للثخن حسب الرغبة شلون تحبوها تصير، كثير سميكة أو هذا الشكل. فناخذ كمية من الحشوة، حشوة لحم بعجين، ونرصها على العجين. هسه راح نبدي نشيلها ونخليها على الطاوة بهذا الشكل، نشيلها نرفعها. طبعا ما راح توقع الحشوة لأن تحتوي على دبس الرمان، تحتوي على المعجون، تحتوي، وبالإضافة إلى ذلك احنا رصيناها على العجينة، فنهائيا ما توقع الحشوة. بس تفتحون إيديكم على القرصة وترفعوها بما تاخذ شوية استواء من الأسفل، يعني من ظهرها اللحم بعجين. أفتح عن القرصة الثانية وأبدي أجهزها. من بعد ما أفتحها على شكل دائرة شوية أنفض من عدها الطحين الزايد، وأنزل بيها الحشوة الكافية على الداير أخليه، وبعد ذلك أرصها حتى ما توقع عندنا الحشوة. نشيك على الأولى، أخذت استواء كامل من الأسفل. راح أدخلها بالفرن تحبون تخلون صينية بالفرن أو مباشرة على السيباية مثل ما تحبون. الأفضل نخلي صينية حتى براحتنا نخلي القرصة. هذا القرص الثاني أيضا استوى من الأسفل، خليت صينية، صينيتين يعني، حتى براحتنا بس نخلي الخبزة ونبدي نشكل باقي الأقراص. نكمل ننفضها شوية من الطحين الزايد، نخلي بيها الحشوة هذه، وأيضا قابلة للتفريز هذه، نخلي عليها إيدينا ونرفعها على الطاولة، وهكذا لحد ما تخلص كل الكمية. طبعا قابلة للتفريز، تقدرون يعني تسوون قسم للعشاء والباقي تقدرون تفرزونه. من بعد ما يبرد نخليه بكيس نايلون ونخليه بالفريز. هاي مثل ما تشوفون الحشوة تبدي تتحمر ووجه الخبزة يستوي تماما. من بعد ما نتأكد تستوي من الأسفل نخليها حتى تتحمر وتستوي الحشوة أيضا. أنتوا تتحكمون بدرجة الاستواء، بس تشوفون اللحم والأطراف مالت الخبزة تبدي تصير حمرة فنطلعها. نرفعها بهذا الشكل. جدا سهلة هذه الطريقة، وأنا بصراحة أعتمدها، وقابلة للتفريز مثل ما قلت أستفاد من عدها. مجرد ما نطلعها من الفريز نسخنها بالفرن العادي تطينا نفس الطعام وكأنما طازج، يعني هسه مسوينها. من بعد ما خلصت عندنا ما شاء الله هذه الكمية بالكامل، هذا يكون شكلها النهائي. أتمنى تعجبكم هذه الوصفة وتستفادوا منها، وما تحرمونا من اشتراككم بالقناة. إذا ما كنتم مشتركين يا ريت الاشتراك والضغط على الجرس حتى إن شاء الله توصلكم كل الوصفات الجديدة، وما تنسونا باللايك وشير الفيديو بين الأصدقاء. في أمان الله.
حبايبي.